قدوتها أم البنين، بس هي ما زادت. ليش؟ لأن أم البنين حينما قدمت قدمت كل ما تملك لله جل وعلا، فلو كانت تملك 20 70 80 لقدمتهم. أحفظ؟ إذن كانت مسلمة في أمرها لله جل وعلا منذ اللحظة الأولى في بيت علي وفاطمة. يوم اللي أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقبل بفاضل في لحظة الولادة، يقبل يمينه يقبل شماله يقبل عينه اليمنى مفرق شعر راسه، وكان يبكي بأبي هو وأمي. التفتت إلي أم البنين صاحت: حبيبي يا أبا الحسن، ما لي أراك تقبل يمينه وشماله؟ أفي ولدي عيب؟ في ولدي سوء؟ قال: لا يا أم البنين، إنما قبلت يمينه لأنها تطير بضربة سيف خاشم. ليش ضرب قبلت شماله؟ قال: لأنها سرعان ما تلحق بأختها باليمنى. أشوفك تقبل عينه، قال: فإنها مرمى سهم مسموم. أشوفك تقبل مفرق شعر راسه، قال: بلى، فإنه محل ضربة عمد من حديد يفلق هامته نصفين. صارت تبكي تصيح تقول: سيدي أبا الحسن، وما هو ذنب ولدي؟ شنو الذنب اللي يرتكبه ابني حتى يذبح بهذه الذبحة الشنيعة؟ فيقول: لا ذنب له يا أم البنين، إلا أنه يطلب الماء للحسين وعياله في يوم قد حرم فيه الماء على الحسين وعياله. وإذا بها تنظر إليه: حبيبي، يعني ابني يموت فداء للحسين، يقتل في سبيل الحسين؟ قال: بلى يا أم البنين. وإذا بها تكفكف دمعتها وتخر على الأرض ساجدة لله، تقول: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لابن رسول الله. إذن من اللحظة الأولى